ملف مهم جدا وانا اتكلمت عنه كذا مره قبل كده. طيب، نزل قرار بعد حلقات كتير عملناها من نقابه الصيادله ان ممنوع اي صيدلي يدي اي مريض يدخل له حقنه، ممنوع. وده قرار نزل من نقابه الصيادله. ووزاره الصحه نبهت مره واثنين وثلاثه وعشره، ما حدش يا جماعه ياخد حقن في الصيدليه. حتى لو الصيدلي اللي هيديها لك، ما حدش ياخد حقنه في الصيدليه. طيب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انه احنا اليومين دول في برد، في حقنه مشهوره جدا اسمها حقنه هتلر. حقنه هتلر. الحقنه دي معموله عشان خاطر البرد. الناس اللي بيجي لهم برد بيدخلوا الصيدليه يقولوا النبي اديني حقنه هتلر. طيب الحقنه دي ليها مضاعفات خطيره جدا. بعض الصيادله بتديها للمصابين عشان خاطر دور البرد اللي عندهم، من غير ما الدكتور او الطبيب يكشف على المريض ويعرف حالته ايه. بيروح للصيدلي ويقول له لو سمحت اديني حقنه هتلر، فبيديله حقنه هتلر. طيب الموضوع ده عمل ايه؟ عمل اربع حالات وفاه اليومين اللي فاتوا دول. اربع حالات وفاه اليومين اللي فاتوا دول، منهم عريس في عين شمس، ده الجديد، مات بسبب حقنه هتلر وعمره 36 سنه. طيب ايه حكايه عمرو؟ هو اسمه عمرو. بدات لما حس ان هو عنده شويه برد فدرجة حرارته ارتفعت، فراح للصيدلية اللي جنب البيت. مش الصيدلانية بقى يا جماعة، عاملة في الصيدلية اسمها أمينة، أعتقد يا جماعة تأكدوا لي من الاسم. عاملة في الصيدلية، أنا كاتبة اسمها نعمة، اسمها نعمة، الست اللي بتشتغل في العاملة اللي بتشتغل في الصيدلية مش صيدلانية، قالت له أنت عندك برد أنا هديك حقنة هتلر. وديته حقنة بدون كشف. حقنة هتلر دي عبارة عن مضاد حيوي، شوية فيتامينات للبرد، وكورتيزون، عاملين خلطة كده للبرد. طيب في ناس يا جماعة عندها حساسية، واتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، واتكلمنا قلنا انه لازم يتعمل اختبار الحساسية، واللي بيعمل اختبار الحساسية ده بيكون دكتور. وقلنا كمان انه يا ريت لو اي حد عايز ياخد حقنة يروح ياخدها في الطوارئ، في المستشفى في الطوارئ. فالدكتور بيقوم عامل بالإبرة في تحت الجلد يشوفك انت عندك حساسية من المادة ولا ما عندكش. لو ما عندكش حساسية بيبقى كويس جدا، لو عندك حساسية مش هيديها لك، لان لو عندك حساسية هتموت، هتموت. وبعد ما حصل كذا حالة وفاة، وبعد ما في صيدلانية دخلت السجن وفي تحقيقات وكذا وكذا وكذا، في الحادثة اللي قبل كده، ونقابة الصيادلة نزلت بيان قالت ممنوع، ده للصيادلة، ده للصيادله، ممنوع اي صيدلي يدي حقنه حتى لو المريض دخل له الصيدليه وقال له والنبي لو سمحت اديني الحقنه. نقابه الصيادله منعت ده. فعلى اي اساس مريض يدخل صيدليه مش صيدلانيه بل تديله حقنه؟ عامله في الصيدليه تديله الحقنه. طبعا العامله هربت. مين اللي مقبوض عليه؟ صاحبه الصيدليه. ما كارثه، كارثه. مات عشان حقنه، مات عشان حقنه، حقنة برد، دور برد. يعني ما احنا بنوعي وبنطلع وبنقول مره واثنين وثلاثه وعشره. يعني الناس المفروض انها فهمت خلاص. طيب